جول، غياب جول النهارده، غياب تيو، غياب ايضا ايزاك كوينكا، غياب فيلاي. وادي امامنا الفرصه، وادي امامنا ميسي، والعقاب ياتي سريعا، واول هدف اللقاء الكبير ليونيل ميسي يسجل. ادي امامنا بيدرو، ادي الدفاع هنا والخطا الدفاع الكبير ما بين ايدو، ولكن على طول ميسي يخطفها من امد لا شيء. فريق سانتوس امامنا هنا بنتابع المهاره، الباش يحاول، والنيران الصديقه، والنيران الصديقه في جو الى التشكيله الاساسيه انطلاقه من داني الفيس. امامنا النجم البرازيلي، وادي امامنا هنا بقى لاعب جيفا، وادي امامنا هنا اخطاء كثيره قوي، وادي مهاره ميسي، وادي يعني التعاون الرائع، لمسه حلوه قوي، واكبر فوز بالمناسبه في تاريخ هذه البطوله لما فاز برشلونه على فريق نادي بوكا جونيورز 9-1 في عام 84. اللاعب فيرجينيا، يعني اسماء كثيره، لكن المهم مين اللي هياتي. ديفيد لويز طبعا صعب يترك نادي تشيلسي، يعني اجر الاقرب. وادي لمسه حلوه اليكسيس سانشيز الى البا، يا ولد يا ولد يا، يعني ليس بالمنافس القوي. وامامنا هنا شوف اليكسيس سانشيز يعملها ترجع له، وفرصه، والخامس جاي، الخامس جاي، الخامس جاي. هنا اللاعب سيسكي بالتخصص كجل في هذه اللقطه، استمراره او رحيله ولا شك. طبعا سيسكي الثمن وصل ل 40 مليون باوند، 40 مليون استرليني. وامامنا هنا شوف، وشوف التحرك نيمار مع اليكسيس سانشيز في تفاهم، خرج ميسي، ونيمار هو بقى نجم الشباك. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عباء، ايه سيسكي ختم عليها وحطها للراجل، يعني فلاديمير تسجيل، ولكن حتى الان لم يسجل. وادي امامنا هنا ادريانو، يا ادريانو بقى اللي بقول لحضراتكم، اللي نفسه بحاجه يعملها، اللي نفسه بحاجه يعملها ادريانو، يسجل الهدف السابع. يعني لقاء شهير في يعني رقم قياسي كان 84 على فريق البوك. ترجع مره ثانيه ادريانو، ادريانو عملها حلو قوي، ادريانو الى سيسك، سيسك سيسك يا سيسك، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا سيسك. وامامنا هو اللاعب دونجو 80. شوف الضغط واستخلاص الكره، الاخطاء الدفاعيه المتكرره 8 لا شيء لصالح برشلونه هنا في هذه